انما لما يكون معانا احد الاساتذه الكبار اللي هم عاشوا طبعا اليوم ده الجميل، استاذ حسن مستكاوي، نحب نعرف منه اليوم ده بيبقى طقوسه شكلها ايه معاه. استاذ حسن اتفضل. يا كابتن ازيك؟ ازاي حضرتك؟ وسام انت طيب؟ كنت طيب يا كابتن، ربنا يخليك. ايه اليوم ده بقى؟ اليوم ده ايه يعني باحداثه بشكله بفسيخه وبابا غنوجه بيبقى ايه ده؟ يوم اللمة بتاعت المصريين كلهم والعيلة والأسرة، ويوم حلو ويوم قديم جدا في تاريخ مصر يعني. أحب أعرف منك الحكاية دي، أنا ما عنديش معلومة أساسها. يوم قديم، وزي ما الواحد عرف أو أرى زمان أنه من أيام الفراعنة يعني. ده عيد فرعوني أساسي، أتكلم على شم النسيم بالتحديد يعني. ده عيد جميل، وتحس ان يعني مصر كلها بره القاهره. انت حضرتك بتحب تقضي اليوم ده فين؟ يعني ايه طقوسه مع حضرتك؟ على حسب بقى المرحله العمريه بقى. زمان كنا في النادي بنقضيه باستمرار، بعد شويه كبرنا واشتغلنا وابتدينا نسافر بره القاهره زي كتير من المصريين. يعني انا فاكر ايام كنا بنروح مثلا العين السخنه، قبل ما تبقى العين السخنه زي دلوقتي كده، بنروح بشمسيه والايس بوكس وميه، ونقعد على الشارع على الشط العام. على الشط بره. مظبوط حضرتك، صح. والله بره كده ما كانش فيه بقى وطريق واحد رايح جاي، ما كانش فيه طريقين ولا فيه الامكانيات اللي موجوده. طبعا دلوقتي ما شاء الله الطريق حاجه تحفه يعني، 6 حارات وفي طريق بطيء جنبه، يعني حاجه متطوره خالص. الدنيا اتغيرت طبعا، انما في النهايه هو دايما يوم الناس بتطير بره القاهره يعني. بس مع الطقوس نفسها بحس ان هي ايه رايح حضرتك يعني، نفس الطقوس احنا بنأديها مع اختلاف الامكانيات اللي كانت موجوده. طبعا في ناس تحب تاكل لازم فسيخ في اليوم ده، في ناس تحب الرنجه البديل الاضمن حاليا الاضمن يعني وهكذا. بتلاقي لمه العيله بقى دي احلى حاجه في الدنيا، اولادك واهلك واخواتك، ويعني دي احلى حاجه في الاعياد المصريه الحقيقه يعني. ده كلام حضرتك مظبوط. دايما زي اي يوم، زي اول يوم في رمضان بيبقى يوم برضه تلاقي لمه العيله كلها في يوم جميل من ايام السنه يعني. طبعا طبعا. اي شيء تاني كان يفكرك رياضيا بقى بشم النسيم، او اي احداث حصلت في رياضيه كانت في شم النسيم تقدر حضرتك تقولها لنا؟ انا على يعني مخيلتي او ذاكرتي كنا دايما لما بيبقى في ماتش او اي حاجه احس ان الناس، فاحنا بنلعب وواكلين فسيخ، فتلاقي اي حد بيروح ياخد ازاز ميه من بره يقول لك قعدت ليه ضارب له رنجتين ولا واحده وزي. ايوه طبعا. الناس ما بتعرفش طبعا الحقيقه يعني، لكن الماتشات اللي في الاعياد بتبقى يعني برضو فيها طعمها، والناس ساعات تحب تتفسح في المباراه يعني. طبعا انت عارف الملعب بالنسبه لناس كتير قوي فسحه وبهجه وفرحه، وخصوصا يعني ايام زمان شويه يعني. حضرتك بتشم النسيم فين النهارده؟ انا كنت في العين السخنه ورجعت عشان عندي شغل بكره، وكالعاده يعني بحب العين السخنه، بحب البحر جدا. الحمد لله على سلامتك. بره القاهره يعني. الحمد لله على سلامتك، بس انا ما اعرفش انت رجعت ازاي، ده انا شفت الطريق امبارح رايح جاي ما حدش عارف يعدي من التاني. طب كويس انك انت رجعت يا استاذ. لا الطريق حلو جدا الحقيقه، واسع وجميل ومفيش زحمه، حتى لو في عربيات كتير لا الناس كلها ماشيه يعني كويس، مفيش مشكله يعني. انت بالنسبه لك شم النسيم اقرب لقلبك ولا عيد الفطر ولا بعد ما العيد الكبير؟ هو اني اعياد انت بتقول مصر كلها اعياد والكلام، اني عيد بتحبه؟ شريف حبيبي. بص احلى حاجه ان الانسان يستمتع بكل لحظه وكل عيد، وكل عيد ليه طعمه وليه يعني بهجته يعني. عيد الفطر طبعا بعد الصيام بيبقى حاجه جميله، يوم جميل جدا. عيد الاضحى برضه بيبقى يوم جميل جدا. صلاه العيد بتبقى يعني حاجه ليها خاصه كده. طبعا صلاه العيد بتبقى حاجه يعني ممتعه، احتفاليه يعني. طبعا اول يوم في رمضان بالنسبه لي انا شخصيا عيد، انا بحب شهر رمضان جدا. الحمد لله انا بستمتع يعني باعيادنا يعني، وربنا يكترها يا رب يعني، دايما تبقى حياتنا كلها اعياد. ربنا يكتر اعيادك
وعايز استغل وجودي معاك واخد رايك في شكل الدوري العام السنه دي واحساسك السنه دي. خلينا في عيد بقى يا لا ما ينفعش ما ينفعش لا تبقى معايا، ده انا اول مره اطلع معاك على الهوا انا وانت، فانا عايز اعرف، لا عايز اعرف بجد احساسك ايه بنهايه الموسم ده ان شاء الله. انت كده يعني لا والله لا دي حاجه لشريف، سيبك من ان احنا على قناه الاهلي يعني، دي حاجه ليا انا شخصيا يعني. حلو، باعتبار ان احنا ما حدش واخد باله مننا يعني الناس كلها في الشوارع دلوقتي وفي الاوتيلات وفي في الشواطئ ما حدش واخد باله يعني. لا لا المنافسه طبعا بين الثلاث فرق جامده، وفي وهي هتفضل كده لغايه الاخر طبعا. في فرص لان الاهلي والزمالك مبارياتهم عددها اقل من بيراميدز، دي فرصه. لكن انا عايز اقول لك ان مباريات بيراميدز اللي فاضله الحقيقه اسهل بكثير من مباريات الاهلي والزمالك. طيب في حاجه كنت عايز اخد راي حضرتك فيها وانت استاذنا الكبير، اسعار اللي نزلت التذاكر بتاعت البطوله الافريقيه رايك ايه فيها؟ يعني اعتقد انها نزلت 100 300 500 100 طبعا، والماتشات بتاعت مصر بتبقى 200 جنيه الدرجه الثالثه. فايه رايك في الكلام ده؟ هل هيرجعوا فيه ولا ده فعلا اتثبت؟ وراي حضرتك ايه فيه؟ هي متهيألي غاليه شويه طبعا اكيد يعني. تكلفه ال تأهيل الملاعب كبيرة جدا. أنا عارف إن أسعار التذاكر بره مرعبة وأنت أكيد عارف كده. يعني عشان تروح مباراة في أي دوري في إنجلترا ولا إسبانيا بتدفع فلوس كتير قوي قوي يعني. المهم إنك أنت بتدفع فلوس تخش تلاقي الكرسي بتاعك، بتروح قبل المباراة بساعة بالكتير، بتلاقي وسائل ترفيه موجودة في الملعب، بتخرج بسهولة وبتطلع من الملعب بسهولة، بتروح تستمتع. إذا كان ده كله موجود يبقى مفيش مانع. إنما تدفع فلوس كتير وتتعذب وأنت داخل وأنت خارج وما تعرفش تشرب كوباية مية وما تليش كرسيك، لا دي صعبة الحقيقة، تبقى غالية قوي. حضرتك شايف إن هيأثر على الحضور الجماهيري الأرقام دي؟ بص أنا عارف إن الدنيا بقت غالية جدا، لكن خاصة إن ماتشات مصر يعني. معلش اللي بيشرب سجاير بيشتري علبة ب 50 جنيه دلوقتي. يبقى هو ده مبدأ بقى الحكاية. لا مش مبدأ، مش مبدأ، مش مبدأ، لكن أنا مش مانع تستمتع، يعني تستمتع بالمباراة وتدفع، بس تستمتع بقى بزيارة الاستاد أو أي ملعب وتلاقي كل حاجة تريحك موجودة. لكن ما تدفعش فلوس وانت تروح تتعذب. استاذ حسن، تفتكر هم عايزين نوعيه ناس معينه تحضر البطوله دي او ماتشات مصر خصوصا يعني؟ بهذه الارقام يعني؟ انا مش هقدر افسرها بالشكل ده، انا هفسرها بان دي معادله ارباح وخسائر. واحنا دايما كصحفيين واعلاميين من سنين طويله بنقول واحنا ليه كل ما نعمل بطوله نخسر فيها؟ وبره يعملوا بطولات يكسبوا فيها. يعني ده برضه معادلة عايزة حسابات يعني. بصراحة هو بالنسبة لبطولة أفريقيا والوقت اللي احنا زنقنا فيه والكم من الإنجازات وكم الاستعدادات، برضه احنا مش هنبقى يعني نو باديز بيرفكت يعني، مفيش حد كامل غير الله طبعا. فاحنا يعني بحضرتك وبجميع الصحفيين وجميع السوشيال ميديا نرجو ان هم برضه لو في اي حاجة فيها توجيهات، فيها ارشادات، فيها نصائح، خاصة حكاية الارقام بتاعت التذاكر، الناس دي بتسمعكم انتوا او بيمتثلوا تماما لحضراتكم. استاذ حسن، في اي حاجه عايز تقولها للمصريين في عيد الربيع ان شاء الله؟ لا كلهم سنه وهم طيبين، ويا رب يا رب يا رب كل بيت في مصر وكل عيله في مصر تكون سعيده وبتحتفل، مش العيد ده بس يعني. سعيد بيك بالمداخله دي وبشكرك، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. شكرا.